يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا كوزي دياي، طبعا تستخدم دي طبخة في جميع المناسبات. وليش سموها كوزي دياي؟ لانها نطبخها ذي كل المكونات ونحط العيش ونجيب اليدام اخر شيء نحطه فوق ويغزو الطبخه كلها، لكن انا بغزوها الطبخه ذي في مطبخي. حياكم. اليوم طبختنا كوزي دياي، طبعا اكل ذي في اغلب البيوت موجوده وتستوي في المناسبات، اغلب المناسبات يستخدمون الكوزي دياي او كوزي اللحم بشكل عام في كل منطقه في البحرين بل مناطق الخليج بشكل عام، بس تختلف الطبخه من مكان لمكان. يعني لما نقول طبخه البحرين غير، السعوديه غير، الكويت غير، الامارات غير، طريقتهم تختلف. راح نرويكم الطبخه اللي احنا نسويها في البحرين. طبعا المقادير الطبخه ذي راح نستخدم دياي، استخدمنا 3 قطع دياي، واستخدمنا عيش حوالي 3 كيلو، بصل للحشو، نخي للحشو، والزبيب بعد للحشو، مكسرات للتزيين مع البيض، لومي اسود عندنا راح نستخدمه، وبهارات صحيحه، وماي ورد مع الزعفران. نبتدي ننزل الدياي، وراح نكون خطوه بخطوه معاكم. راح ننزل الدياي في المي ونفوحه الى حد النضوج نفسه الدياي. بسم الله. هنا نزلنا 3 ديايات. طبعا فطو ما يطبخ عندنا الدياي راح نشتغل على الحشو. بالبدايه راح نسوي الحشو مثل ما قلنا، نشغل النار. حشو نسب خلص، بس نكس نحط الزيت. راح نسوي الحشو بداية، قلنا نحط شوي زيت وننزل البصل عليه. نحرك البصل وننتظر البصل لين يتغير لونه. في فرجاننا في بيوتنا دائما الاكل جاهز، سواء من المطاعم او المحلات الخاصه. نتمنى ساعات نقول نتمنى الايام ذيك الاوليه تعود، لكن من المستحيل الاشياء اللي طافت ترجع مره ثانيه. راح اقلي المكسرات، اذا ياخذ له وقت لما يتحمر. هاي راح نستخدمها حق التزيين مثل ما قلت لكم، وهني بدأت الحشوة، بدأت تاخذ. قصر على النار شوي، راح ننزل اللي هو النخي والعيش. نبتدي نقلب فيه مع البصل. بسم الله. طبعا الكوزي ما يحلى الا بالحشوه مالته. حشوه جدا بسيطه وتعطي طعم. بيتغير لونه ما ياخذ وقت.
راح نخلص اول شيء هذه وندش على البهارات عشان ما تقل فطوم فيها. بس انتظر يتحمر شوي لونه يتغير. على جنب بهي الطريقة تحمر تبي اشيله. الدي اي بياخذ له تقريبا حوالي من ربع الى 20 دقيقة. حمر الجزء الثاني هاي اللي ما ياخذ له وقت ترى على النار ما على الدهن هاي ما ياخذ له وقت. فلازم تحطون بالكم له. كنا راح نستخدمه حق التزيين بس. شوف ما اخذ له وقت استوى. تبي نشيله. وننزل البيض بعد ما نصب عليه شويه من الزعفران عشان تغير لون البيض. هذا الشكل تغير عنده لون البيض. نحتاجه بعد القلق. هاي لون بسم الله. نرجع حق الحشوه او نخلص القلاي. حطوا بالكم على الدهن وانتوا تطبخون. تجي شوي بس تحمر البيض. استخدمه قلنا حق التزيين في الطابخه نفسها اللي هي الغوزي الدي اي. وارد اكرر لكم مره ثانيه واقول لكم انه الغوزي ممكن يستوي على الدي اي وعلى اللحم. كذي تحمر عندي البيض. اشيله. نشيل البيض. نرجع مره ثانيه على الحشوه ونحط بالنا طريقه عمل الحشوه نفسها. بسم الله. سكر النار عليها ونرجع على حشواتنا. نخلط الحشوه ونبتدي نحط البهارات فيها. حطوا بالك على البهارات. هاي بهاراتنا. راح نستخدم شيء رئيسي اللومي الاسود شيء رئيسي فيها. بعدين عندنا الابزار مخلوط بحريني. قفشه واحده. جلجلان قفشه. والسنوت قفشه. وراح نحط الكركم قفشه شوي كذي وراح نخلطه مع بعض. بعدي ما خلصت ترى البهارات. نرجع نحط الهيل قفشتين هيل رشة ملح بدت الرغوة تطلع على الدي اي. حاول ان تخلص منها عشان ما يكون الدي اي زفر. نحط الزبيب. قصدي انا ما حطيت الزبيب بالبدايه اساس ان الزبيب مع الحراره ينتفخ ما يكون شكله نفس هاي الشكل اللي انا ابيه. بهاي الطريقه هاي الزبيب خلط. الحشوه عباره عن حمص اللي هو نخيمه للعيش وهم بصل وزبيب والبهارات اللي حطيناها شفتوها انتم. هذه هي الحشوة الغوزي. راح نطلع فاصل
ونرجع لكم بعد ما يستوي الدي اي ان شاء الله. تكمل الدي اي مالنا استوى ولا لا؟ يعني باقي له شوي، في ذي المرحلة نحتاج نركب عليه البهارات اللي راح نستخدمها حق الغوزي. بزار مخلوط، ما نكثر منه عشان اللون ما يصير غامج. جلجلان، قفشتين، سنور، قفشة، وهيل نكثر منه قفشتين، وننزل عليه أو نحط رشة ملح عليه. ممكن تكيف بالملح بعد ما نشيل الدياي ونستخدم الماي ذي حق فوحة العيش. بس طبعا احنا بنحتاج وقت شوي لين ينضج الدياي وتفسخ جلدة الدياية عن الدياي. نحتاج 5 دقائق بالكثير ونطلع الدياي ونقلي. نبدأ الدهن نقلي فيه الدياي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل الدياي. نرجع مرة ثانية نواصل ويا هرس الليمون. راح نستخدم الليمون على طول بعد ما نطلع الدياي، راح نمسح على على الدياية بالليمون الأسود. هاي الطريقة. بس يتبخر شوي. شوف الدياينا. حاول حمر الدياي من كل صوب عشان في التقديم يكون الشكل ملفت للنظر. طبعا اللي ابى اقوله ان الاكل نصه طباخ ونصه نظره. احيانا الانسان يشد الاكل على النظره اللي راح تشوف فيه الصحن ماله او الطبق ماله اللي مقدم له. فدائما تركزون على الشكل العام في الطبخه. طبعا الدياي صار جاهز. طلع الدياي. راح نرجع مره ثانيه وراح نحط عليه اللومي الاسود. اللون الاسود حطينا عليه. نرجع للعيش. نشوف العيش مالنا بدا يبخر. العيش نحاول نبعده من الجوانب عشان نزيل البخار يطلع، وفي نفس الوقت راح نضيف عليه من بهاراتنا
الهيل رش عليه رشة هيل، ونحط عليه الزعفران اللي رويتكم اياه في البداية، مبقله شوي بعد روح، ونغطي عليه ونرجع لكم مع التغليم ان شاء الله. جهزت طبخاتنا. يا الله ذكرتني بايام الاول، ايام الفرجان والدواعيس، دواعيس محرق. يا الله ننشب لكم، توكل على الله، توكلنا على الله. بسم الله، هاي غدا ما شاء الله تبارك الرحمن. اتمنى ان تعجبكم هالطبخه، ولو تدرون بس ريحتها يا الله عليهم بالعافيه اللي بياكلونها. هذه راح نضيف عليه الدياي، نضيف عليها الدياي. بسم الله الديايات، نرجع نحط عليها الإيدام، نشيل البيض، طريقة كم هذه البيض، جهزت طبخاتنا الغوزي الدياي اللي وعدكم به. مو بس شكله حلو، طعمه حلو. سوينا لنا سلطه خيار وبصل، ولا تنسون التمر حق الشيبه، بقت لمسه واحده، لمسه المكسرات. اتمنى نكون طبخاتنا عجبتكم، نشوفكم في الحلقه الجايه ومع السلامه.